مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاربعاء 16/6/2021. كلمتكم امبارح في بدايه الحلقه عن الاعلامي الكبير الاستاذ عمرو اديب وان التوارد الذهني الاعلامي خلانا نقول في حلقه اول امبارح نستدعي الواقعه بتاعه سامح شكري لما خد ميكروفون الجزيره وحطه تحت ونقارن ما بين الوضعين، بعدها بساعة ساعة وشوية برضو نفس الفكرة جاءت في حلقة عمرو أديب. النهاردة بقى هقول لكم على حاجة. الحقيقة امبارح أنا كنت مستاء جدا من اللي قاله محمد حسين يعقوب في الشهادة اللي قدمها، الشهادة المسرحية اللي قدمها في المحكمة بعد ما اتعمل له ضبط وإحضار، يعني ما راحش طوعية، ولما اتعمل له ضبط وإحضار راح على كرسي بعجل وراح قال أنا ماليش دعوة، اسألوا قادة السلفيين هم اللي بيعلموا بإيه، والولاد دول من أغواهم وكيف تم إغواؤهم. وأنا سألت دكتور محمد محمود امبارح في التعليق على الخبر زي ما حضراتكم شايفين أو كنتوا معانا كمان امبارح، وقلت له يعني هل عادي كده يعني يقول اللي هو عايزه ويخرج بعد ما كان هو السبب في ان هذا الشباب المغرر به هو اللي قتل وهو اللي حرق وهو اللي خرب. والحقيقة انه بعد ما قال دكتور محمد امبارح في المداخلة الهاتفية انه هذه جريمة وانه هو كان واحد من أهم أقطاب التفكير الفكر السلفي، تحدث عن غزوة الصناديق وغزوة الجهاد والسبايا وكل الكلام المر اللي سمعناه منه وللأسف صدقوا البعض ومشي وراه، وكانت النتيجة هي التهم اللي موجهة للأولاد اللي ما عملوش حاجة غير إن هم سمعوا كلام مرشديهم. فأنا الحقيقة بعد المداخلة والشريط موجود قلت إذن هؤلاء الأطفال أو الأولاد الصغار كانوا يتهمون المجتمع لأنه لم يوجه أصبع الاتهام لهؤلاء اللي أفسدوا أجيال وخربوا وصنعوا الإرهابيين. النهاردة الدكتور هاني سامح المحامي قدم بلاغ للنائب العام ضد محمد حسين يعقوب بيثبت فيه من شهادته أنه هو مارس الدعوة والخطابة بدون تصريح، ودي يعني دي أخف الأضرار، وإن هو تربح من هذا الأمر وتقاضى مبالغ طائلة من القنوات الفضائية ومن الدروس الدينية، وإن هو تلقى هدايا عينية غالية، وإن هو تزوج بـ30 فتاة عذراء، يعني ده تغرير واضح بالفتيات أشبه كده باللي بيعملوه اللي بيدعوا الجان وفك الأحجبة والحاجات ديت، وبيرتكبوا أفعال فاضحة مع السيدات اللي بتلجأ إليهم. وإنه أنا ما زلت منتظر إنه يجي حد من المحامين الكبار ياخد هذه الأقوال اللي قالوها الأولاد دول ويقولوا دي الأقوال دي موجودة في المحاضرة رقم كذا اللي قالها في التاريخ الفلاني محمد حسين يعقوب أبو إسحاق الحويني محمد حسان، ودي اللي أدت للنتيجة دي، كان نتيجتها القتل والتخريب والتدمير وتفريق المجتمع وأعمال إرهاب أخرى. النهاردة عندنا فقرة حوار مهمة جدا حوالين أول قمة تجمع بين الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والقمة دي الحقيقة يعني لها مخرجات أعتقد أنها ممكن تكون مؤثرة مش بس على الدول الصناعية أو القوى العظمى، لكن أعتقد أنها تكون مؤثرة على العالم كله باعتبار أن دول أكبر قوتين على الأقل في السياسة، لكن يعني في الاقتصاد طبعا في كلام لأن الصين داخلة وداخلة بقوة. فهيكون معانا النهاردة الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية للتعليق على هذه القمة وتحليل مفرداتها ومخرجاتها بعد الأخبار وبعد استعراض كم خبر. خليكم معنا. أول خبر أحب أستعرضه مع حضراتكم النهاردة هو انتهاء جولة المحادثات بين بوتين وبايدن في جنيف.
دي أول قمة، وطبعا كان غير متوقع بعد الخلاف الفظيع اللي كان بين أمريكا وروسيا، والاتهامات اللي وجهت لدونالد ترامب بأن روسيا يعني شكلت ضغط وتأثير على الانتخابات اللي جت بدونالد ترامب، وكان في تصيد، وكان في مشاكل بقى ليها علاقة بأوكرانيا وحاجات كتير في النص كده، ما بين امتداد النفوذ الروسي في المنطقة العربية عن طريق مساعدة العراق وعن طريق مساعدة سوريا، وطبعا أمريكا كانت بتعمل العكس، فكان في اتهامات بالإرهاب لكليهما كل تجاه الآخر. لكن دي أول جولة محادثات، ويا ترى إيه اللي هيسفر عنه؟ ده هيكون معانا على مستويين، في الأخبار وفي الفقرة الحوارية زي ما قلت لحضرتكم. رئيس الوزراء التقى اليوم جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ. طبعا جون كيري سياسي أمريكي معروف وشهير وسينتر مهم، ودلوقتي بقى المبعوث الرئاسي للمناخ، وإحنا في هذه الأيام بنشوف وصلنا لإيه في القوى العظمى في مساعدتها للقوى الناشئة والاقتصادات الصاعدة في أنها تقلل من انبعاثات الكربون وأن هي تحافظ على المناخ. فهنشوف إيه اللي حاصل في هذا اللقاء في فقرة الأخبار. الخبر اللي بعد كده، مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة اليوم. هنشوف إيه القرارات اللي وافق عليها مجلس الوزراء النهاردة، ويا ترى هل في منها قرارات تخص مواعيد الإغلاق الخاصة بالمحلات. على فكرة يعني كتير جدا من الناس ما تعرفش، رغم ان احنا قلنا بالتفصيل وقتها انه مواعيد الإغلاق امتدت من 9 للـ11 مساء. الناس كتير قوي ماشي في الشارع تقولك الحظر خلص، لا الحظر ما خلصش، هو يمكن التجديد هو اللي خلص او قل، ومعرفش لو كان ده جزء من التمهيد لأنه يترفع حظر إغلاق المحلات ولا إيه. لكن ساعات بحس كده، والمواطنين بيحسوا برسائل يعني مش مكتوبة، بأنه طالما ما بيعدوش ويقفلوا الساعة 11 بالظبط يبقى الأمور إيه، هادية شوية. لكن هنستوضح ده في تفاصيل هذا الخبر. أخيرا، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر تقدم مساعدات جديدة إنسانية إلى لبنان، وده يعني دايما عهد مصر وتصرفات مصر الشقيقة المهذبة اللي هي ما بتبخلش حتى لو كانت مش قادرة قوي، لكن بتحاول تقول إحنا معاكو إحنا بنساعد. في هذه الأيام طبعا الكل يتحدث عن الإخفاق المتوالي والأخير لتشكيل الحكومة في لبنان بسبب نفس الموضوع اللي قلت لحضراتكم عليه في مقدمة حلقة امبارح. السبب في الحلقة قصدي، السبب في انه الفلسطينيين ما قدروش يتجاوزوا او محبوش يتجاوزوا خلافاتهم بين قوسين، والله اعلم الاسباب. ونفس الحكاية في اليمن، اليمنيين ما تجاوزوش خلافاتهم، وكمان في لبنان ما تجاوزوش خلافاتهم، وهتلاقوا دايما في طرف ارهابي. تعالوا نروح لتفاصيل الأخبار. أهلا بحضراتكم معنا لتفصيل الأخبار. نبدأها من إعلان الكريملين انتهاء جولة من المحادثات على نطاق ضيق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن إطار أعمال القمة المنعقدة بينهما في سويسرا، وده معناه أنه لسه فيه جولات تانية. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد توجه بالشكر لنظيره السويسري جاي بارملين لاستضافته القمة الأمريكية الروسية بالعاصمة جنيف، وأعرب بايدن عن تقديره لدور سويسرا التاريخي الفريد الذي يوفر أرضية محايدة للدبلوماسية والمفاوضات. دائما الحقيقة لما يحتاجوا كانوا بلد مش محسوبة على المعسكر الروسي أو المعسكر الأمريكي كانوا يلجؤون لسويسرا لأنها معتدلة في مواقف.
الرئيس السويسري جاي بارملين تمنى اليوم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن النجاح والحوار المثمر لصالح بلديهما وللعالم بأجمع. ورحب بيهم في جنيف مدينة السلام خلال استقباله ليهم في فيلا لاكرانج في جنيف مقر انعقاد أول قمة ثنائية تجمع بين الرئيسين. طبعا احنا النهاردة هيكون معانا فقرة الحوار الرئيسية مع الخبير في العلاقات الدولية طارق البرديسي حول هذا اللقاء، وخلينا نتابع بعض اللقطات من هذه القمة الفريدة. يعني طبعا ده إنجاز كبير، خدوا بالكم كانوا أحيانا يتفقوا على مرة في روسيا في مقاطعة بعيدة قوي زي سوتشي، مرة في مكان محايد، وكأن الحكاية بقى إيه يعني قوتين كبار للحرب مثلا أو حاجة. لكن طبعا سعداء سعداء أن احنا نشوف أكبر زعيمين في العالم على مستوى السياسة واللي ليهم تدخلات سياسية وعسكرية في العالم كله تقريبا، أمريكا وروسيا، بوتين وبايدن بيلتقوا في مكان أشبه بالمنتجع فيلا هادئة، وإن شاء الله الجولات هتتوالى بحيث أن احنا نشوف برضو مخرجات يعني شديدة الأهمية في هذا الصدد. الخبر اللي بعد كده لقاء رئيس الوزراء المصري بجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ. دكتور مصطفى مدبولي التقى جون كيري النهاردة وحضر المقابلة عدد من المسؤولين. رئيس الوزراء أشاد طبعا خلال اللقاء بالعلاقات الاستراتيجية اللي بتربط مصر والولايات المتحدة على مدار عقود طويلة، ووصف الولايات المتحدة بالشريك الهام والمحوري لمصر. حقيقة يعني أنا سعيد جدا حتى الألقاب التي أصبحت تطفى على أمريكا في بلدنا، يعني ما بقيناش نقول إنها الملجأ والملاذ والتسعة وتسعين وتسعة من عشرة من أوراق اللعبة، لا. ويمكن يكون إخفاق المفاوضات في اليمن، في لبنان، في فلسطين يكون فيها برضو ظل من أنه المفاوضات مش برعاية أمريكية، لكنها محاولات جادة. كمان أثنى على التنسيق المشترك ما بين مصر وأمريكا فيما يخص الأحداث في قطاع غزة، وبوجه خاص أشار للمكالمتين الهاتفيتين اللي أجراهما جو بايدن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واللي كان ليهم أكبر الأثر في دفع جهود التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة. وأعرب دكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بتنامي استثمارات الشركات الأمريكية في مصر. دكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. دكتور مجدي، يعني إحنا عندنا مشاكل كتير في البيئة، وكانت أمريكا تنصلت مما تساهم به في يعني محاولة إنعاش البيئة وتحسين جودة المناخ، وكانت انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ في عهد ترامب. إيه الجديد في عهد بايدن من رأي حضرتك؟ والحقيقة لا جديد، لأنه الديمقراطيين دايماً منذ نشأة الحزب الديمقراطي مع البيئة ومع الخضرة ومع المناخ، وحركة المناخ في الولايات المتحدة تبناها الحزب الديمقراطي منذ سنوات عديدة، يعني حتى من قبل توقيع اتفاقية المناخ نفسها يعني. لكن بيجي الحزب الجمهوري يقول أنا مش معترف بالمناخ، ويرجع تاني يعتمد على الوقود الأحفوري وعلى البترول وعلى الفحم، والديمقراطيين ييجوا يغيروا هذا الكلام ويرجعوا تانية للطاقة الشمسية ويطلق عليه الجرين إيكونومي أو الاقتصاد الأخضر. فهي يعني زي ما بيقولوا كر وفر بين تمام. بس إذن هناك جديد بعودة الديمقراطيين للحكم، يعني طبعا هل في اتفاق على صرف مبالغ أكبر على مساعدة الاقتصادات النامية بأن هي تعتمد أكتر على الاقتصاد الأخضر وتقلل من انبعاثات الكربون والمشاكل الكتير اللي احنا عارفينها؟ هو كان في تعهد عالمي ان 1% من يعني الاقتصاد الدولي او من الانكم الدولي يخصص لمشاريع خاصه بالتاقلم مع المناخ. أيوه. وتخفيف انبعاثات المناخ وكده، لكن طبعا لما جه ترامب وقف الاتفاقيه اساسا وانسحب منها.
فانسحبت الولايات المتحده الامريكيه، لكن الاتحاد الاوروبي ما زال وكان وما زال ملتزما باتفاقيه تغير المناخ ولم يغير موقفه. والجديد ان الصين دخلت وكانت رافضه تدخل، وبانضمام الصين والولايات المتحده هيكون في يعني تعامل جدي مع قضيه المناخ، وخصوصا التحول الاقتصادي الاخضر والتحول للطاقه الشمسيه والحد من انبعاثات الطاقه النظيفه بشكل عام، كل انواع الطاقه النظيفه بما فيها طبعا الغاز الحيوي، بما فيها طاقه الهيدروجين الجديده، وبما فيها حتى الطاقه المائيه وهي اقدم انواع الطاقه، لان احنا السد العالي كان معتمد في توليد الكهرباء على آلية نظيفة جدا. صحيح. انه مجرد الانحدار المائي، وفي عندنا محطة عملناها محطتين شغالة برضو بالانحدار المائي لتوليد الكهرباء. ودلوقتي مصر كمان التزاما بهذه الاتفاقية عاملة وزارة الكهرباء ما يطلق عليه الميثود ميكس. الميثود ميكس ده انك ما تخليش الوقود بتاعك الرئيسي بترول فقط او فحم فقط، فبتاخد نسب من كل نوع من انواع الطاقه، وتدريجيا على مدار 15 سنه مصر التزمت انها لن تلجا للفحم مره اخرى. يعني هيكون الوقود لاستخدام الفحم اخره 15 سنه عندنا، وهتكون الطاقه النظيفه كمان عليت في معدلاتها في مصر. يعني مصر ألزمت نفسها بتطبيق أهداف التنمية المستدامة بمواكبة 2030، يعني سنة 2030 تكون مصر حققت كل الاتفاقية الخاصة بال17 هدف للأمم المتحدة، هتكون مصر التزمت بتنفيذهم وخلصتهم. تمام. يعني محدش، كل دولة هي اللي بتختار المدة الزمنية. أيوة طبعا حسب ظروفها. يعني في أفريقية قالت أنا 2050 أو 2053، الصين كانت قايله 2060، قدمتها قالت انا 2053. فاقصد هيبقى في يعني تطور في بيئي جاد في المرحله الجديده ان شاء الله في ظل الحكم الديمقراطي. اشكرك جدا. الى ان ياتي بقى الدوره الجديده نشوف هيكملوا ولا لا. ان شاء الله يستمر الموضوع، لانه اتفاقيات زي الحفاظ على المناخ اهم من تعاقب رئيس من أنهي حزب. بشكرك جدا دكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب. واروح معاكم لمجلس الوزراء اللي اعتمد النهاردة 8 قرارات جديدة، من ضمنها مثلا تخصيص قطعة أرض في محافظة إنا لإقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وأيضا برضو من القرارات شديدة الأهمية قطعة أرض في محافظة كفر الشيخ تم تخصيصها لإقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة. وطبعا ده مش بعيد عن السياق اللي كنا لسه بنتكلم فيه عن المحافظة على البيئة وتحسين جودة المناخ. تعالوا نروح نشوف جزء من اجتماع مجلس الوزراء النهاردة ونرجع مع حضراتكم. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص مشروع القانون على أن تستبدل عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونص مشروع القانون على أن يخصص ما تقدمه الجامعات الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة، وينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومستشار الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس. وينص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة السويس بناء على طلب معهد علوم وتكنولوجيا النانو درجات دبلوم الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبنية في اللائحة الداخلية، والماجستير ودكتوراه الفلسفة في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبنية باللائحة الداخلية لكل منها. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لسوق العبور التصرف بالبيع في عدد 59 من الملاحق الملحقة بعنابر الخضار والموز والفاكهة لسوق العبور لوضع اليد عليها ملاك المحلات المجاورة لها، وذلك وفق تقرير فني استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من قيم البيع ومقابل حق الانتفاع الشهري للفترات السابقة على تاريخ البيع المقدرين بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في عدد 6 قطع أراض بمنطقة أم زغيو لصالح شركة الشمعدان الصناعية الغذائية حاليا شركة النهضة الصناعية طاهر القويري سابقا، والمقام عليها مبان خاصة بالشركة، وذلك وفق تقرير فني استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقدرة للتصرف بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة. وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر من رمضان القطار الكهربائي عدل منصور مدينة العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة لشركة أفيك إنترناشونال الصينية. أحاط الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة فتح معرض ملوك الشمس المقام حاليا بمدينة براغ بجمهورية تشيك أمام الجمهور منذ 4 مايو 2021، بعد أن تم إغلاقه منذ 27 ديسمبر 2020 تنفيذا لقرار الحكومة التشيكية كإجراء احترازي لانتشار فيروس كورونا. ووافق مجلس الوزراء في ذات السياق على تمديد فترة إقامة المعرض المذكورة لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في 30 سبتمبر 2021، وذلك بخلاف فترة التغليف والنقل والشحن، على أن يتم عودة القطع الأثرية بحد أقصى في 20 أكتوبر 2021. وافق مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم 30 لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد مؤخراً، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من مشحونات الأول من يونيو 2021 ولمدة 3 سنوات، وذلك فيما يتعلق بتعميق صناعة القيمة المضافة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق المستهدفة فضلا عن النسب الخاصة بمساندة النقل، وكذا ما يتعلق بالزيادة في الصادرات ومساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتعلق بدعم الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية. أستاذ عبد اللطيف حامد مدير تحرير مجلة المصور، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني احنا النهاردة قدامنا اجتماع فيه حاجات كتير مهمة، الجامعات، التكنولوجي، القطار الكهربي وإسناده لشركة صينية، معرض ملوك الشمس في التشيك، كمان هيئة قرارات الأخيرة الخاصة بهيئة تنمية الصادرات. يعني لو حضرتك تحب تختار حاجة منهم وتعلق عليها وعلى أهميتها يبقى شيء رائع. يعني مساء الخير واهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك الكرام. انا في رايي
بما ان احنا في شهر الانجازات يعني شهر يونيو وانجازات 7 سنين على يعني حكم الرئيس السيسي اللي هي بصراحة يعني شاملة ومتنوعة وتحتاج موسوعات ولا يكفيها مداخلة ولا سامحني ولا برنامج. هختار بصراحة القرار اللي هو بتاع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر من العاشر رمضان اللي هو القطار الكهربائي عدلي منصور مدينة العاشر من رمضان أي. ثم العاصمة الإدارية. وده يعني خلينا توقف معاك شوية في القرار ده لأنه مهم. يمكن احنا فاكرين من كام شهر كده لما سيادة الرئيس اتكلم عن القطار الكهربائي السريع والناس حتى يعني وقتها قالت معقول هيبقى عندنا يعني قطار كهربائي سريع؟ تخيل سرعته كام يا استاذنا، انت بتتكلم في 250 كيلومتر في الساعه. احنا داخلين على سرعات الطيران يعني. بالظبط حاجه بالمعنى ده. طيب خلينا افكر الناس معلش برضو شويه علشان نعيد يعني عمل ريفريش للذاكره. اولا القطار ده اطواله 1000 كيلومتر. ايوه. تكلفته الإجمالية تقريبا 360 مليار جنيه. وخد بالك أنا بقول تقريبا لأن إحنا دايما بنشوف في كل مشروعاتنا القومية نقول هنبدأ في الريف المصري ب 500 مليار فنكتشف إن إحنا وصلنا ل 700 مليار وهكذا. احتياجات في كل المشروعات القومية الدولة المصرية بقيادة الرئيس سيسي يعني بتحاول إنها تنفذها على أفضل ما يكون في وقت قياسي وبأفضل المعدلات العالمية. وعلشان كده حتى لما التكلفة دي تزيد ما بقاش عندنا مشكلة. طيب القطار ده هيربط مين بمين ومناطق ايه بايه وايه فايدته؟ القطار ده حضرتك 15 محطة هيبدأ من العين السخنة، وطبعا كل مشاهدينك الكرام يعلموا ان العين السخنة في البحر الأحمر طبعا يعني مواني البحر الأحمر. طيب ووصولا إلى العالمين الجديد مرورا بعنوان يعني الجمهورية الجديدة أو الجمهورية الثالثة اللي إن شاء الله يعني هتعلن في 30 يونيو اللي هو على مدى أيام. ده معناها أن مصر داخلة الجمهورية الجديدة أو الجمهورية الثالثة، مش بالكلام مش بالشعارات زي ما كنا بنسمع حتى وفي دول أخرى عشان نبقى أمناء يعني، لا إحنا بنتكلم بلغة الأرقام بلغة المشروعات بلغة الإنجاز الإنجاز على كل المستويات. يعني خليني أسأل حضرتك معلش سؤال أخير في هذه النقطة المهمة اللي حضرتك اخترتها، وهي يعني كم يعني سيتخفف على أعباء المواطن من مشروع زي مشروع القطار الكهربي ده، ولا هتبقى بالضرورة تذكرته غالية مش هيركبوا غير ناس معينة علشان تكلفته كانت غالية، ولا إيه تصورك؟ بص أنت دلوقتي بتتكلم، أنا كدولة أنا بفكر في الاستثمار وبفكر في المواطن العادي. هتقول لي طب ما يا عمي ده مجرد انتوا بتقولوا لنا كلام حلو كلام صحفيين يعني زي ما البعض بيقول او كلام جرايد. طب ما تيجي نبص للزاويه الثانيه، طب ما احنا الدوله، وانا بالمناسبه كاتب مقال النهارده في مجله المصور ده عنوانه احنا عاملين انجازات الرئيس من ضمنها ملف النقل اسمه كده طرق السلامه وشرايين التنميه. ما هي التنميه حصلت ليه والاستثمار حصل ليه؟ لان انت عملت شرايين للتنميه، انت بقيت توصل اي حته، فعلا مقوله فرقه كعب بقت تحققت في مصر. فأنا هربط لك يا باشا، أنت كمستثمر عندك شغل عايز توديه المواني بتاعت البحر الأحمر عشان تصفر بقى وتصدر للسعودية والدول العربية والخليج ثم دول أوروبا ثم أمريكا ثم آسيا، أنا بفتح لك العالمين الجديدة اللي موجودة في الساحل الشمالي حضرتك، بقول لك أنا هصلها في دقائق أو في ساعة ولا بتاع، يعني بضاعتك هتبقى جاهزة تتصدر وتنتج بدون أي مشاكل. طيب برضو هتقول لي المواطن، طب ما أنا الدولة أنفقت 305 مليار جنيه استثمارات بس في مشروعات الطرق والكباري خلال السبع سنين اللي فاتوا دول. مظبوط. طيب ما هي مشروع القومي للطرق 7000 كيلو، ما احنا بنقول ده 1000 كيلو للاستثمار لدعم الاستثمار في الوطن والبلد كلها. طب ما أنت أنفقت 7 يعني 175 مليار بس على مشروع القومي للطرق اللي هو أطوله 7000 كيلو بالمناسبة، يعني مش كلام بسيط يعني. انا بشكر حضرتك جدا استاذ عبد اللطيف مدير تحرير مجله المصور. وعلى ذكر حكايه كلام جرايد، مره كنت معدي كده في الشارع فحد عايز يقول لحد بص كلمه ابرك من 100، احنا كنا زمان نسمعها يقول لك قال له كلمه ابرك من جرنان، على اساس يعني ان هو متصور ان الجرنان بيبقى كبير قوي وكله يعني ايه كلام يعني. طيب نروح للخبر اللي استعرضته مع حضراتكم في المقدمه، وهو توجيهات السيد الرئيس بارسال مساعدات انسانيه جديده للبنان. وبالفعل ده استمرار للدعم المصري المقدم لأشقائنا في لبنان. القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية حلايب
من ميناء الأدبية بمنطقة السويس متجهة لميناء بيروت بدولة لبنان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للبنان الشقيق. تعالوا نشوف جزء من فيديو لهذه الرحلة من المساعدات من مصر إلى بيروت الحبيبة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصري المقدم للأشقاء اللبنانيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية حلايب من ميناء الأدبية بالسويس متجهة إلى ميناء بيروت بدولة لبنان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدولة لبنان الشقيقة. وتعتبر المساعدات المصرية المقدمة إلى دولة لبنان إحدى أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني. مش محتاجين أقول لحضراتكم تاني أنه لبنان رغم أنه هو دولة صغيرة إلا أنه دولة شديدة الأهمية وشديدة التميز بسبب موقعها وبسبب قدرتها السياحية المضيافة العبقرية اللي كان العالم كله بيتكلم بيها، لدرجة ان هي كان لقبها سويسرا الشرق. كمية المطاعم والأماكن الأثرية والجولات السياحية والمساحات اللاندسكيبس الموجودة، مساحات خضراء، مناطق مزروعة بالورود، أماكن جميلة، محلات فخمة شيك، سلوكيات راقية ومضيافة من الشعب. وأنا ما عنديش شك إنه هذا العته الإخواني اللي دخل عن طريق حزب الله في لبنان والعطل هذه المسيرة التنموية الراقية للرفاهية وللسعادة وللفرحة، كانت بلد الفرحة لبنان دي، إن شاء الله سينتهي في القريب العاجل وحيتم محاصرته زي ما تم حصاره في مصر وفي دول أخرى إن شاء الله. نقل مع حضراتكم لسامح شكري وزير الخارجية المصري اللي أكد النهاردة أن مصر مهتمة بشكل كبير بالأوضاع في ليبيا ومستمرة في جهودها دوليا لإعادة ليبيا للاستقرار وحفاظ ليبيا على أمنها ومقدراتها من أجل شعبها الشقيق. وقال أن اجتماع برلين القادم هيجي بعد تولي الحكومة الليبية الحالية المؤقتة وجهودها لتنفيذ كل المخرجات اللي اعتمدت في مجلس الأمن، والانتخابات الرئاسية والتشريعية ستعقد بإذن الله في ديسمبر المقبل. وأيضا أكد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات وتدعيم المؤسسات الليبية. أستاذ عبد المجيد أبو العيلة باحث مساعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أستاذ عبد المجيد، يعني إحنا لاحظنا من كام يوم كده لما كان جاويش أغلو وزير الدفاع التركي في زيارة مفاجئة لليبيا لم يخطر حتى وزير دفاعها، وراح قال تصريح أعجب من الفعل، قال إن القوات التركية مش قوات أجنبية على أرض ليبيا. مش عارف يعني، عايز أعرف تعليقك، أكيد يعني لفت نظرك هذا التصريح. يعني طبعا هو كان في زيارة وفد تركي إلى ليبيا طبعا، وكان وزير الدفاع التركي خالوسي أكار طبعا خلال اجتماعه مع مجموعة من الجنود الأتراك، هو كان قال إنه الوجود التركي في ليبيا ليس وجود قوات أجنبية، وإنه ده بيستند إلى اتفاقيات ثنائية. وهنا طبعا هو بيحاول يستبق مؤتمر برلين اللي هيتم يوم 23 يونيو القادم، لأنه المؤتمر يعني أحد أهدافه الرئيسية هي فكرة تفكيك الميليشيات، هي فكرة نزع السلاح، هي فكرة خروج القوات الأجنبية، يعني التأكيد على سيادة واستقلال ليبيا. فهو بيحاول أنه يستبق ده، وأنه هو يحاول أنه
يقول انه وجوده في ليبيا له اساس شرعي ما يعني، وانه هو طبعا خلوصي اكار عفوا انا قلت جاويش اقوله، هو بيستند للاتفاقيات اللي هم عملوها هو والحكومه المقاله اللي رفضها كل الليبيين. لكن عايز اعرف من حضرتك، بتتصور اجتماع برلين الاسبوع القادم بعد ما تكون الحكومه الليبيه تولت بالفعل كل المقدرات المنتظره من انها تبتدي تشتغل على الملفات، ايه المتوقع من هذا الاجتماع؟ سيسفر عن ايه؟ مش هيناقش ايه؟ طيب هو يعني طبعا مؤتمر برلين 2 اللي دعت ليه وزاره الخارجيه الالمانيه، حضوره هم نفس الدول والمنظمات اللي كانت حضرت مؤتمر برلين 1. ايوه المتوقع انه طبعا يعني هو احنا يعني احنا قلنا هو هيناقش ايه، المتوقع ان هو طبعا اهم حاجه انه يتم عقد الانتخابات في موعدها ديسمبر. ده يعني ده تحدي مهم طبعا، في بعض القوى اللي بتحاول عرقله ده طبعا، لانه لما نتكلم انه في ديسمبر في انتخابات تشريعيه وفي انتخابات رئاسيه، اذا ليبيا بتبدا مرحله جديده، مرحله استقرار، مرحله مؤسسات، يجي بعدها اعاده الاعمار، يجي بعدها اعاده البناء. دي مرحله مهمه. احد الملفات الشائكه الثانيه هي ملف الميليشيات، ويمكن ليبيا تعرضت يعني لما أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام والمراكز البحثية محاولات تركية لثورانة ليبيا ونقل بعض المرتزقة. هل بتتوقع يعني أن اجتماع برلين الأسبوع القادم، برلين 2 حول ليبيا، يعني هيتعهد بأن الدول اللي موجودة والاتحاد الأوروبي والدول المشاركة يعني تفرض هذا الامر بالقوه، او هتزق في هذا الاتجاه ان تخرج الميليشيات والمرتزقه من ليبيا كلها؟ هو يعني فرض بالقوه، لا ده طبعا يعني ده مش متوقع، لانه يعني حضرتك اكيد عارف انه في بعض القوى اللي هتحضر المؤتمر اللي ليها مصلحه انه القوات ما تخرجش. تمام. يعني تركيا نفسها احد اعضاء مؤتمر برلين. تمام. مصلحتها انه القوات تخرج، لكن ده تحدي صعب، خاصه انه كمان المؤتمر في البند الثالث ليه بيحاول يناقش توحيد القوات الأمنية والعسكرية الليبية. تمام. وده برضه تحدي صعب. بشكرك جدا أستاذ عبد المجيد أبو العيلة، الباحث المساعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وده مركز الحقيقة من أعظم مراكز البحثية في مصر سياسيا واستراتيجيا، وخرج لنا أجيال الحقيقة من الباحثة الرائعين في مجالات السياسة والتخطيط الاستراتيجي. وزراء خارجية الخليج بيرفضوا أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان المائي. دول مجلس التعاون الخليجي اجتمع وزراء خارجيتها النهاردة بالعاصمة السعودية الرياض، وأكدوا على رفضهم لأي إجراء يمس الحقوق المائية لمصر والسودان في نهر النيل من قبل أثيوبيا، وعبروا عن رفضهم عن التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، وأشاروا أنهم بيرفضوا أي إجراء يمس هذه الحقوق. أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف جدد ترحيبه في البيان الختامي للاجتماع بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ووقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات بين أطراف النزاع. من الرياض بيشرفني يكون معي على الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الملحم، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير عليك يا فندم. سعد الله مساءكم بكل خير، تحية كبيرة جدا أحييكم فيها من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية الحبيبة وإلى الشعب المصري الكبير. أستاذ عبد الرحمن، يعني بنهنيكم بنجاح هذا الاجتماع، خطوة جديدة لمجلس التعاون الخليجي على أرض السعودية، وعايز أسأل حضرتك يعني أهمية أن ينضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لوزراء الخارجية العرب الاجتماع اللي كان في الدوحة امبارح، وهذا التحشيد لرفض أي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا، وتتوقع هل هناك رد فعل على الجانب الإثيوبي؟ نعم أختي الكريمة، هناك بيان وزاري صدر عن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا البيان ترفض دول مجلس التعاون الخليجي أي مساس يمس مصر والسودان في موضوع مياهها الإقليمية. دول مجلس التعاون الخليجي قلبا وقالبا تقف مع الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية في كل الأمور وكل ما من شأنه. أيضا أحب أن أوضح أن الوقوف مع مصر القلب النابض حقيقة
ليس فقط على مستوى دول التعاون، وإنما جميع الدول العربية تحس إحساس كاملا بمصر وأهمية مصر بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي. لذلك جاءت هذه الخطوة الكبيرة من وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، وصدر بعضها البيان الوزاري الذي ينص فيه على أن الدول بدول مجلس التعاون تقف مع جمهورية مصر في كل ما من شأنه، ولا يمكن المساس بموضوع مصر وموضوع مياه مصر. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن الملحم، كاتب والمحلل السياسي من الرياض. أيضا سامح شكري يتحدث عن لقائه بوزير خارجية لوكسمبورغ ومناقشته معه لأزمة سد النهضة، حيث جدد الوزير المصري رغبة مصر في التوصل لحل الأزمة لسد النهضة عبر المسار التفاوضي. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن مساء اليوم، يقول سامح شكري أن مصر سعت على مدار 10 سنين للتوصل لاتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل، وأكد أن مصر قدمت تنازلات كتير على سبيل المرونة، لكن حتى الآن الجانب الأثيوبي بيواصل التعنت والتنصل من الهدف والتصريح في اتجاهات كثيرة غير الاتجاه الرئيسي اللي بنتحدث فيه. تعالوا نشوف جزء من كلمة الوزير سامح شكري في هذا المؤتمر ونرجع مع حضراتكم. قمت بزيارة ثنائية إلى الدوحة ردا لزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر إلى مصر منذ عدة أسابيع، وفي إطار المشاورات والاتصالات الجارية لتنفيذ مخرجات بيان العلا ولجنة المتابعة بشقيها السياسي والقانوني التي تتناول كل القضايا التي ترتبت عن السنوات المقطعة. والحمد لله أنه كثير من هذه القضايا قد تم التعامل معها بشكل إيجابي، وهناك تأكيد متبادل على حرص البلدين على استئناف علاقات الأخوة والتضامن ومراعاة المحددات للعلاقات التي تجمع بين الدول، ولكن خاصة العلاقة الخاصة اللي بتربط مصر وبتربط الأشقاء العرب بعضهم ببعض. تشرفت بلقاء سمو أمير دولة قطر، وكان لقاء إيجابي، وأكد مرة أخرى الحرص على دعم العلاقات، تطويرها، العودة إلى علاقات قوية من التضامن من المؤازرة ومراعاة كل المشاغل من قبل الطرفين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء كل هذه القضايا اللي أدت إلى تعقيد العلاقة في الماضي. سوف نستمر في تناول القضايا قضية أو اثنين الذين التي لا زالت محل نقاش في لجنة المتابعة، ونتطلع إلى استمرار المنهج الذي يؤدي إلى مرة أخرى توثيق العلاقة وعودتها إلى طبيعتها. طبعا انعقد أيضا في اليوم التالي الاجتماع التشاوري مجلس الجامعة العربية، والطلب المصري السوداني لعقد دورة طارئة للمجلس رسمية لتناول قضية سد النهضة، وصدر عن اجتماع المجلس القرار اللي أكيد سيادتكم اطلعتم عليه الذي يدعم الموقف المصري السوداني ويدعم الحقوق المائية المصرية السودانية، ويطالب بضرورة اتخاذ إثيوبيا لمواقف أكثر مرونة والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. طبعا معروف أن لوكسمبورغ جمهورية صغيرة في غرب أوروبا لها حدود مع بلجيكا ومع ألمانيا ومع فرنسا، وهي لها يعني عاصمتها لوكسمبورغ عاصمة أوروبية مع بروكسل وفرانكفورت وستراسبورغ.
احنا معانا سيادة السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الاسبق. مساء الخير سيادة السفير. انا مساء الخير. يعني كنت عايز اسال سيادتك يعني عن اهمية لوكسمبورغ كدولة سياسيا اقتصاديا دبلوماسيا كمان، وتعليق سيادتك على زيارة وزير خارجيتها النهاردة لمصر. والله لوكسمبورغ يعني دولة تعتبر دولة مهمة لانها ملاصقة لفرنسا وبلجيكا، ولا وزن في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي فهي دولة مهمة من هذا المنظور يعني. زيارة وزيرها ايضا يعني هذا يساعد على ان الاتحاد الاوروبي يكون له وجهة نظر فيما يطرح من قضايا، وبالتالي فالزيارة زيارة هامة جدا، نرحب بها ونتشاور معه ونقدم له افكارنا بالنسبة لمشكلة سد النهضة ومشاكل اخرى خاصة بالمنطقة. سيادة السفير، يعني وجود مؤسسات دولية أوروبية مهمة على أرض لوكسمبورغ زي محكمة الاتحاد الأوروبي والمدققين محكمة أخرى وأمانة البرلمان الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، هل يعني بتشوف حضرتك أنه في طائل اقتصادي أيضا من تعاوننا مع لوكسمبورغ وزيارة النهاردة؟ طبعا، لأن الحقيقة زي ما بقول هي لوكسمبورغ لها صلة جيدة جدا ومركز مهم جدا في الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي كما نعلم جميعا أنه له قدرات سياسية وقدرات اقتصادية هائلة. وبالتالي فإن يعني اهتمام الوزير الخارجية لوكسمبورغ بزيارة القاهرة أمر مهم جدا بالنسبة للقاهرة، لأن هذا يجعل القاهرة في عين الاتحاد الأوروبي وتعرض مشكلتها وتعرض رؤيتها للمشاكل المتصلة بالمنطقة ومشكلة أيضا سد النهضة ومسألة التمويل إن وجد هنا أو هناك. أشكرك جدا سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ولو قلنا جزء من اللي عبر عنه النهاردة وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، قال أنه هو كان ليه مباحثات مهمة حول سد النهضة مع الوزير المصري سامح شكري، وقال أنه هيعمل تقرير رسمي عن زيارته لمصر والأردن ويقدمه للاتحاد الأوروبي. تعالوا نشوف جزء من كلمة وزير خارجية لوكسمبورغ في المؤتمر الصحفي اللي أقيم النهاردة. أن أذكر أن تطورات العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والبلدان العربية في المنطقة هي تطورات إيجابية للغاية، إلا أنها ليست كافية. لا نستطيع أن نعزز العلاقات بين إسرائيل والبلدان العربية ثم نقول أن مفاوضات السلام والمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ستأتي تباعا وبشكل تلقائي. هذا القول ليس سليم. آمل أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة والسيد رئيس الوزراء الجديد بنت يدرك هذا الأمر، ويدرك أن على المديين القصير والبعيد لن تعيش إسرائيل في سلام مع الفلسطينيين دون وجود دولة فلسطينية. هذا هو ما نحتاجه بشكل رئيسي كمجتمع دولي. حل الدولتين ليس ضد إسرائيل، ولكنه النتاج الطبيعي لأمن وحرية إسرائيل. وكذلك تحدثنا عن قضايا أخرى، واسمحوا لي أن أقدم لكم. لقد كنت هنا في عام 2013 مع سلفكم، وكنت أزوره في مكتبه، وفي تلك اللحظة كان هناك مناقشات حول ما يجري بين أثيوبيا ومصر وحول سد النهضة. فقط لقد سمعت أن الأمر معقد للغاية، وللأسف فإن الاتحاد الأفريقي لم يستطع إيجاد حل بسهولة. وكاتحاد أوروبي أستطيع أقول أنني أتفهم موقف مصر، حيث أن مياه النيل هامة للغاية للملايين من المصريين.
وآمل أن التعاون والمسؤولية الدولية ستساعد على إيجاد حل لهذه القضية. لا نستطيع أن نجبر الشعب الأثيوبي على حل، ولكن سنساعد على إيجاد حل. كذلك تحدثنا. أروح مع حضراتكم لموضوع صحي وتعليق من مستشار السيد الرئيس للوقاية والشؤون الصحية دكتور محمد عوض تاج الدين، واللي بيعلق على الانخفاض في أرقام الإصابات والوفيات بكورونا، وقال الحقيقة يجب علينا التفاؤل مع الحذر، وقال نحن الحمد لله بنشكر ربنا إن احنا بنشهد حاليا انخفاض مستمر في أعداد الإصابات، وأشار في تصريحات صحفية أنه إحنا عدينا ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وكان ليه تصريحات مشابهة الأسبوع الماضي، وبدأنا الدخول في انخفاض المنحنى، لكن الحذر واجب لأنه ما زال هناك وباء وإصابات، ولابد أن نستمر في الإجراءات الاحترازية. وقال كمان دكتور عوض تاج الدين أن هناك توجهات وتوصيات من منظمة الصحة العالمية بتطعيم 20% من سكان أي دولة بحلول شهر سبتمبر المقبل، وقال أن المنظمة بتصدر بياناتها وتوصياتها بناء على تقارير عن الوضع الوبائي، والتوصيات كلها بتشير أنه إذا جرى تطعيم 70% من سكان العالم يمكن السيطرة على الوباء. يعني يمكن ده مش بعيد الصلة عن الكلام اللي قلته لحضراتكم في مقدمة حلقة النهاردة عن المواعيد والأريحية، الكلمة اللي طالعة جديدة اللي الناس بتتصرف بيها في الشارع المصري. مش قصدي على كسر الاشتراطات الصحية قد ما قصدي على إحساسهم بأن الدولة عندها مؤشرات جيدة، بالرغم من أن الناس عارفة كويس قوي أنه، وده تصريحات رسمية، أنه الأرقام اللي بتعلن دي الأرقام اللي بتتجه لوزارة الصحة لتشخيص إذا كان في إصابة بكورونا أو لا، لكن طبعا في اشتباهات أخرى، وفي ناس بتعمل مجرد أشعات فبيشتبه فبيدوم البروتوكول، وفي تحليل لكوفيد 19 مش بس في وزارة الصحة وبناء عليه بيقرر إذا كان هيصرف البروتوكول أو لا. ولكن إذا قارنا الأرقام دي بنفسها ومع أرقام الدخول للمستشفيات دي، بقى ما ينفعش ما فيهاش هزار، لأن اللي محتاج يخش مستشفى هيروح للمستشفى. فالأرقام مطمئنة الحمد لله في الفترة اللي احنا فيها، رغم ان احنا يعني في وقت كنا زي السنة اللي فاتت يعني كانت الأرقام مش حلو. احنا معانا على الهاتف الأستاذ، مفيش مداخلة؟ طيب مفيش مداخلة. معانا خبر عن توقيع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية. امبارح مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقع، أو امبارح الحقيقة، وقع بروتوكول تعاون مع دكتور أشرف زكي ممثلا عن نقابة المهن التمثيلية. ودكتور أشرف بعد توقيع البروتوكول أن التعاون ده مهم جدا، والهدف منه حماية المهنة وتشغيل أعضائها. الحمد لله عاد إلينا الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. مساء الخير يا فندم. أهلا أستاذ إيهاب، أنا بعتذر لك أولا عشان في صوت، عشان في الافتتاح ما رجالك معلقين. لا يا فندم، ده الصوت واضح. ما هو يعني حضور حضرتك المهرجانات ده يخصنا برضو، بتقول لنا دايما إيه اللي بيحصل يعني. لا الافتتاح كان هايل الحقيقة، ولسه الفيلم هيتعرض بعد شوية. طيب في تكريمات مهمة وهكذا. طيب أنا مش هطول عليك عشان ما ناخدش من وقتك في هذا الافتتاح، لكن عايز أسألك، كان عدد من الفنانين كانوا عبروا عن شكواهم الفظيعة من عدم تشغيلهم لمدة أكتر من 10-15 سنة، وعايز أقول أنه مش عايز أقول أسامي، لكن البعض كان جمع إمضاءات من فنانين وأرسلوا شكوى بالفعل لرئاسة الجمهورية. فالخطوة اللي كان برضو دكتور أشرف زكي كان قال في إحدى البرامج الأسبوع اللي فات، مش معقول يبقى فيه 400 فنان شغالين في أكتر من عمل و4000 فنان قاعدين في البيت. إيه تصورك لنتاج هذا البروتوكول لألا يؤدي بنا إلى نخبة جديدة، يبقى ما عملناش حاجة يعني، بدل 400 يبقوا 600 مثلا؟ لا بص، ما هو مش ممكن ال 4000 أو 40000، يعني في العالم كله في ناس بتشتغل وناس ما بتشتغلش، كل المهن بالمناسبة. تمام. يعني لازم نعترف بده طبعا. في مهم ان الدايره تتسع، يعني حتى لو كان اللي بيشتغل 400 هفترض جدلا، ما عنديش طبعا يقين في الرقم، وبقوا 600 ده معقول. لكن
يعني معقول هو بيظل انه احنا ضد فكره انه يبقى في شلاليه انه حد بيشغل فلان في كل عمل؟ لا ده غلط بالظبط. لكن انه مؤكد انه في امل طبعا انه نلاقي عناصر جديده طبعا على مستوى الاخراج، مش بس الممثلين المخرجين مش كلهم بيشتغلوا طبعا، في شعب كتير في النقابه كمان، الموسيقى التصويريه وهكذا طبعا. الدائره هتتسع وده يعني شيء مطلوب وممتع، ولكن سيظل، هل الشكوى ستنتهي؟ عشان اكون صريح معاك يعني لا لن تنتهي، لن تنتهي، مش كل الناس هتشتغل اكيد. طيب استاذ طارق، معروف انه لما جه حصل تشبع معين كده للجمهور المصري سنة 98، جه محمد هنيدي بإسماعيلية رايح جاي، قلب الترابيزة والنجوم الكبار ساعتها بقوا يكلموا بعض في التليفون، وحضرتك صديق معظمهم وأعلم مني، هو إيه اللي حصل؟ لقوا نفسهم فجأة قاعدين في البيت بما فيهم المؤلفين المخرجين مديرين التصوير مديرين الإنتاج، يعني وسط فني جديد. أيضا مع الثورة حصل برضو تجديد، برضو حتى النجوم بتوع فترة هنيدي حصل لهم نفس الضمور، بعضهم بنشوفه في إعلانات بس. بتتصور إزاي نفضل دولة عندها هذا التراكم الفني المحترم، إن إحنا ما يبقاش عندنا عبد الرحمن أبو زهرة وقاعد في البيت، ما يبقاش عندنا محمد فضل وإنعام محمد علي وقاعدين في البيت، ما يبقاش عندنا صابرين وبوسي وميرفت أمين وقاعدين في البيت، ودي طبعا أجزاء من كل كبير في كل المجالات. يعني بص، يعني طبعا انا بدون ذكر اسماء لازم نعترف انه الفنان عليه دور انه يحافظ على لياقته الابداعيه. في فنانين حافظوا على لياقتهم ويمكن ما يعني ايه يعني مبعدين عن الاعمال، لكن هم قادرين على عندما تتح لهم الفرصه هيثبتوا وجودهم. في اخرين فقدوا بصمه الابداع، يعني ودي مساله في العالم كله موجوده. تمام. أنا أتمنى إنه المناخ يبقى صحي أكتر، وإنه القادر على العمل يعمل، لكن مش أي واحد لا يعمل طبعا في اللحظة دي يجب أن يعمل، أو إنه يبقى الحياة أو مجرد انتسابه لنقابة المهن التمثيلية يعني يجبرهم على إنهم يشغلوا حتى لو هو مش مطلوب. أنا مع حضرتك طبعا، لازم لازم يبقى فيه، هيظل هناك انتقاء، سيظل هناك يعمل أو لا يعمل، تظل دي شريعة الإبداع عموما في كل مجال. تمام. وفي العمل الصحفي في العمل الإعلامي، هل كل الإعلاميين بيعملوا؟ أكيد لا. تمام. أكيد لا، وهكذا. فأنا أتمنى الدائرة تتسع، وأرجو أنه الناس تبقى موقنة أنه مش كله هيشتغل، لكن المناخ هيبقى أكثر صحية، يعني يبقى مناخ صحي أكثر. على فكرة يا أستاذ طارق، أنا بعتبر حتى أنه تكوينة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واستدعائها لعدد من الأسماء اللي كانت تقريبا اختفت زي أحمد فؤاد سليم وزي شريف منير وزي كريم عبد العزيز وزي احمد عز، برضو ده جزء من الكلام اللي حضرتك بتقوله. طيب عشان ما اطولش على حضرتك، ممكن سؤال اخير حوالين المهرجان اللي حضرتك موجود فيه في الاسماعيليه؟ ما لسه يا دوبك ده الافتتاح، ولسه الفيلم هيتعرض. طب عندك اي توقعات لهذه الدوره مختلفه او كده؟ لا انا شايف اولا هو في الاوبن اير، الاجراءات الاحترازيه اتفقنا طبعا ان شاء الله يبقى يعني دوره ناجحه باذن الله. طيب ان شاء الله لينا مداخله قريبه برضو نتعرف فيها من حضرتك على اجواء المهرجان. شكرا جزيلا لطارق الشناوي الناقد الفني الكبير، وبتمنى انه يعني الحقيقه الموضوع ده موضوع شائك جدا وانا جزء منه، فمش عارف اقول فيه ايه، لانه من الصعب جدا ان انت يتقالك ان انت فنان كبير وان انت فنان مبدع وان انت يكون عندك مجال اخر للإبداع ربما غير المجال اللي هو بيعرض في القنوات الفضائية العادية. يعني أنا مثلا واحد من الناس الحمد لله أنه مازال هناك أعمال إبداعية عن القديسين المسيحيين، والحمد لله لياقتنا الإبداعية موجودة، أنا وعدد كبير من زملائي اللي موجودين في هذه النقابة، وكثير منهم لم يعمل منذ 10-15 سنة في الأعمال اللي بيقال عليها أن هي دي بس الأعمال الفنية. ولذلك أتمنى وأنا واثق في قدرات دكتور أشرف زكي وإيهاب فهمي ونهال عنبر وكل ومنير مكرم وكل أعضاء مجلس إدارة النقابة من أنه هو فعلا يتم ترشيح الفنانين فيما يناسبهم من أدوار، وما نشوفش في المقابل فنان بيعمل 4 أعمال في رمضان وفي المقابل فيه 4 فنانين مش شغالين.
تعالوا نخرج نشوف إنفوجراف عن تلال حديقة الفسطاط، الحديقة الأكبر في الشرق الأوسط، ونرجع مع حضرتك. أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عبر عن ترحيبه بكل الوفود الإعلامية المشاركة في الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب والمنعقد بالقاهرة والتابع لجامعة الدول العربية. في الجلسة الافتتاحية قال إن مجلس وزراء الإعلام العرب ينعقد النهاردة بعد غياب حوالي سنتين انشغل العالم خلالها بأحداث على رأسها جائحة كورونا، وقال كمان إنه هذه الجائحة أثبتت مجدداً أهمية دور الإعلام في حياة المواطن العربي. تعالوا نشوف جزء من هذه الكلمة ونرجع مع حضراتكم. أثبتت الجائحة مجدداً أهمية دور الإعلام في حياة المواطن العربي، خاصة في وقت الأزمات، حيث تصير مصداقية الوسائل الإعلامية وقدرتها على الاطلاع بدور توعوي في نقل المعلومات والرسائل عاملا مهما في التعامل مع الأزمة. ولعل هذه التجربة مع جائحة كورونا تمثل دافعا نحو تعزيز قدرة الأجهزة الإعلامية على التعامل مع مختلف أنواع الأزمات في المستقبل، وهو فرع بالغ الأهمية ويتطلب معرفة مهنية رفيعة وتدريبا مستمرا وارتقاء بجاهزية الكوادر. إن دور الإعلام في تكوين وعي المواطن العربي لا يمكن التقليل منه، وأظن أن أحداث العقد المنصرم قد كشفت وبجلاء عن مخاطر اختراق العقل العربي وما يؤدي إليه هذا الاختراق من فوضى اجتماعية وسياسية خطيرة. إن صيانة العقل والوعي الجمعي لا تقل أهمية عن تأمين الحدود والتراب الوطني، فمن العقل تتسرب أفكار قد تهدم الأوطان من داخلها وتجعلها لقمة سائغة للتدخلات الخارجية والأجندات الأجنبية. رأينا هذا يحدث للأسف في بعض بلادنا وفي جوارنا، وشاهدنا الخطاب الإعلامي وهو يتحول إلى أداة للتحريض والتخوين المتبادل وإسكاء النزعات الانفصالية التي تعزل الجماعات عن وطنها وتقسم أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو العرق أو حتى الانتماء المناطقي. برضو في نفس الجلسة كرم جبر رئيس مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيؤكد حرص مصر على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول العربية في مختلف المجالات. وفي كلمته خلال نفس الجلسة قال كرم جبر جزء مهم عن أنه آن الأوان لتوحيد الرؤى حول استراتيجية موحدة لمواجهة التطرف الذي يهدد المجتمعات العربية
تعالوا نشوف جزء من كلمة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب. معالي الوزراء ورؤساء الوفود، يأتي اجتماعنا هذا في وقت ربما يكون الأصعب في تاريخ العمل العربي المشترك، ويحتاج أن نتسلح برؤى إعلامية تتسم بالوعي واليقظة والسرعة. نعلم جميعا أننا نواجه ومنذ سنوات خطر الإرهاب الذي يهدد مجتمعاتنا العربية بحروب أهلية تأتي على الأخضر واليابس، وإذا كنا نعلم من هو العدو الخارجي ونتحد ضده، ولكن الآن من الصعوبة أن نحدد مفهوم العدو الذي ينطلق من الداخل ويشكل نوع من الفناء الذاتي. آن الأوان لتفعيل الرؤى الكثيرة التي توصلنا إليها في الاجتماعات المشتركة لوزراء الإعلام العرب، وأن نصل إلى استراتيجيات موحدة لتطهير العقول من أفكار ومعتقدات أخطر من القنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة التي يستخدمها الإرهابيين، لنحمي شبابنا من الوقوع في براثن تلك الجماعات. إننا كأمة عربية نواجه تحديا رهيبا متمثلا في الإعلام الإلكتروني، وإذا لم نتسلح بالعلم والمعرفة ودخول العالم الجديد بأدواته ووسائله، سنواجه حروبا أكثر شراسة مع الشركات الكبرى التي تتحكم في الإعلام الجديد وترسم اتجاهاته السياسية التي تتعارض أحيانا مع ثوابتنا الوطنية، علاوة على إهدار الحقوق المادية الكبيرة للدول العربية. إننا أيضا نواجه خطر الشائعات المغرضة والدعاية الكاذبة التي تضرب أمن واستقرار المجتمعات العربية، وتتطلب منا جميعا أن نتوصل إلى رؤى مشتركة لنشكل حوائط صد من واقع ثقافتنا العربية والإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية توسيع دوائر الحوار والتعبير عن الرأي والحرية والممارسة الديمقراطية. إننا كأمة عربية نواجه تحديا قد يكون متطابقا في كل الدول، متمثلا في المشاكل والتحديات التي تواجه الإعلام التقليدي وفي صدارته الصحافة الورقية لصالح الإعلام الجديد، مما يتطلب منا أن نتحاور ونتواصل لإيجاد حلول لهذه المشاكل والتحديات حفاظا على الأمن القومي العربي، وحتى لا نترك الرأي العام للعشوائية والارتجال الذي يحدث في بعض الأحيان. لو سألنا أنفسنا الآن ما هو الخطر الملح الذي يهدد الأمن القومي العربي، كنا قديما نعرف ما هو الخطر، ولكن الآن تعددت المخاطر وتعددت التهديدات، وأحيانا يكون التهديد من قلب أمتنا ومن بعض أفراد شعوبنا. يقولون إن الإعلام الآن لم يعد مجرد آراء وأفكار تملأ الصحف والفضاء الإلكتروني الفسيح، وإنما هو من أهم ثوابت الأمن القومي العربي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الجيوش العربية. صرنا نواجه مشاكل متطابقة في كل الدول العربية، وآن الأوان أن نتوصل إلى عمل عربي مشترك. مشاكلنا واحدة، همومنا واحدة، الهموم التي تواجهنا واحدة، مما يحتم تقارب الرؤى والأفكار حول قضايا مصيرية مهمة لا يمكن الاختلاف حولها
أو الهروب منها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم إدراج روسيا مؤخراً الولايات المتحدة على قائمتها الرسمية للدول غير الصديقة، إلا أن ذلك لم يمنع من التقاء كل من الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في قمة جنيف اليوم، رغم غياب الودية بين الجانبين، حيث يصف كل الجانبين العلاقات بينهما بأنها في الحضيض، لا سيما مع عدم وجود تمثيل دبلوماسي على مستوى السفراء حالياً بين الطرفين، كما يخضع كبار المسؤولين الروس لعقوبات أمريكية لأسباب عدة، بدءاً من ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي، وصولاً إلى التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، فضلاً عن وجود اثنين من مشاة البحرية الأمريكية السابقين في السجون الروسية، أحدهما أدين بالتجسس وسيقضي عقوبة السجن لمدة 16 عاماً. علاوة على كل ذلك، حدث أن وصف بايدن أثناء حوار له نظيره الروسي بوتين بأنه قاتل. ورغم هذه الأجواء الساخنة بين البلدين، فإن فلاديمير بوتين صرح قبل اللقاء أن هناك قضايا يمكن العمل عليها مع الولايات المتحدة، بدءا بمحادثات جديدة للحد من الأسلحة النووية ومناقشة النزاعات الإقليمية بما في ذلك سوريا وليبيا والتغير المناخي. من جانبه أبدى الرئيس الأمريكي قناعته بأن اللقاء وجهاً لوجه يمثل خطوة مفيدة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تحاول تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك مع روسيا. وقد ضمت أجندة القمة طيفاً واسعاً من الملفات، منها الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا ومحاربة الجريمة السيبرانية والتعاون الاقتصادي والتغيرات المناخ ومختلف النزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى المسائل العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن. الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك معنا. أستاذ طارق؟ أيوة، أهلا بحضرتك معنا، منورنا. تحياتي، أهلا وسهلا، أهلا بيك، أهلا وسهلا. يعني العلاقة اللي كانت وصلت لمراحل من التدهور الشديد بين روسيا وأمريكا، جزء منها شفناه في التقرير اللي كان حالا دلوقتي بنعرضه، وكان في ظلال لقضايا أخرى أيضا، يعني بتشوف حضرتك أنها وصلت لفين بعد الجولة الأولى من المحادثات في جنيف النهاردة؟ طبعا معروف أنه في عالم العلاقات الدولية والسياسات الخارجية، يعني اجتماعات دائما رؤساء الدول الكبيرة لا يتمخض عن شيء. هو بيبقى مهم للإعلام، مهم بروباغندا، الكتابات للصحفيين والباحثين، لكن لم يتمخض عن شيء كبير ولم يتحقق أي إنجاز إلا على المستويات المتوقعة البسيطة التي تتمثل في عودة السفير الأمريكي إلى موسكو، عودة السفير الروسي إلى واشنطن، يعني هذه الأمور العادية المتوقعة. أما فيما يتعلق بالقضايا الكبرى الأساسية فلا جديد على الإطلاق، يعني فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي، فيما يتعلق بتلك الحرب السبرانية الكبيرة يتم إرجاؤها، فيما يتعلق يعني بالمعاهدات الكبيرة يتم إرجاؤها، فيما يتعلق بالمسائل العالقة الأساسية سواء كان المسألة الأوكرانية أو مسألة يعني ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وإلى غير ذلك من موضوعات كبيرة، كل ذلك يتم تسويفه وإرجاؤه ولا يتحقق شيء على الإطلاق. لكن أحياناً بيكون لقاء الكبار تمهيداً جيداً، لأنه بيفهم منه ضمنياً أن كل واحد بيدي توجيه بعد كده لمسؤوليه الأصغر أن هم يبتدوا يتفاوضوا بقى مع نظرائهم في الدولة التانية لحل المشكلة الفلانية أو للتفاهم حولها أو لإجراء محادثات حول مشكلة ثالثة. تعتقد أن ده حاصل؟ أستاذ طارق؟ حصل حاجة في الاتصال؟
في مشكلة في السود. هو طبعا معروف انه على خلفية تدهور العلاقات ما بين روسيا وامريكا، معروف انه روسيا كانت صورت في سوريا وفي ليبيا العربيات الفور باي فور، وصورت انه هذه الممتلكات اللي كانت بتجوب بتحمل الارهابيين والعتاد العسكري والذخائر للارهابيين دي عربات امريكيه، ويعني اشاعه دوت مش بمعنى انها اشاعه. تسمعني؟ تسمعني؟ انا كده سامع حضرتك يا فندم. حضرتك سمعت سؤالي التاني؟ لا انا كنت بصلح بس المشكله التقنيه دي. طب حضرتك للاسف ممكن تعيد سريعا؟ طيب انا بقول لحضرتك انه ممكن برضو في اللقاءات الكبار بيحصل ان كل واحد بعد اللقاء يوجه مسؤوليه الاصغر لعلاقات طيبة مع نظيره في الدولة الأخرى وبداية حل المشاكل أو على الأقل التباحث بشأنها. تتوقع أن ده حاصل خصوصا أن لسه في جولات تانية من القمة؟ هو في جولات تانية ولكن لن يتحقق هذا الأمر بهذه البساطة، ذلك أن يعني الكبار علاقات استراتيجية كبيرة شديدة التعقيد، وفيما يتعلق بيعني حشد الديمقراطيات سواء الديمقراطيات الأوروبية والولايات المتحدة، يعني هذا هناك حشد ما بين الطرفين، الاتحاد الأوروبي أو الناتو يعني سياسيا وعسكريا والولايات المتحدة ضد الاستبداد، ضد الصين وضد روسيا. هذه هي حرب باردة جديدة، يعني إن كان عصر الأيديولوجيات انتهى ولكن عصر المصالح الاقتصادية لم ينتهي بعد، يعني حرب باردة بوجه جديد، وجه جديد يتمثل في حروب اقتصادية بدلا من تلك الحروب الأيديولوجية العقائدية التي انتهت. إذن هناك تكتل ما بين الصين وروسيا ضد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي تصوري أن الصين وروسيا موضوعهم يعني سهل، مجرد يعني دولتان كبيرتان عملاقات، الصين قوة اقتصادية وعسكرية، مارد تنين أصفر عملاق كبير سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا. أما بالنسبة للروس إن كانوا متواضعين من الناحية الاقتصادية لكنهم قوة جبارة فيما يتعلق بالقوة العسكرية. لا تنسى أن روسيا تمتلك 5000 رأس نووي قادر على تدمير البشرية، تدمير يعني كوكبين ككوكب الأرض. هذه القوة العسكرية لم يستطيع الناتو ولم تستطيع الولايات المتحدة أن يعني أن تقف أمامهم إلا عن طريق يعني هذه الحروب، عقوبات أمريكية أو شيء من هذا، يعني محاولة التكتل مع الاتحاد الأوروبي أو الناتو سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ولكن كل هذه الأمور وتلك كل المحاولات لن تجدي فتيلا أمام هذه الحرب الباردة الجديدة بوجهها الجديد، وهذه القوة العسكرية الروسية وهذه القوة الاقتصادية السياسية العسكرية الاستراتيجية الصينية. طيب أستاذ طارق، هل حضرتك بتشوف أن في نقاط مشتركة تدعو للتفاؤل ما بين الزعيمين بوتين وبايدن؟ هل في يعني ما يمكن أن يعول عليه لمصلحة العالم فيما بعد؟ فيما يتعلق يعني بتوجهات جديدة، توجهات جديدة للروس؟ لا، فيما يتعلق بأنه خلافاتهم ما تكونش على دماغ الدول الأخرى، يعني مثلا علاقتهم هما الاثنين بمنطقتنا وخلافهم على امتداد النفوذ الروسي وزيادته، وطبعا النفوذ الاقتصادي الصيني الكاسح في المنطقة بتاعتنا. ما احنا برضو لازم ندور على مصلحتنا زي ما الكبار بيدوروا على مصلحتهم. يعني فيما يتعلق بوضعنا واضح، يعني لم يأتي الحديث عنا على الإطلاق فيما يتعلق بهذا اللقاء الكبير ما بين بايدن وبوتين. العلاقة والكلام كله كان يدور حول الاستقرار الاستراتيجي، كان يدور حول تجديد معاهدة ستارت 3، كان يدور حول يعني قضايا حقوق الإنسان، كان يدور حول يعني مثل هكذا أمور كبيرة. لكن فيما يتعلق بالتواجد الروسي سواء كان في ليبيا أو سوريا كذلك بموافقة أمريكية مسبقة، وتصور أن هذا التواجد
يعني لن يشكل عقبة أو مشاكل ما بين الأمريكيين وما بين الروس. إذن المسألة التواجد الروسي والصراع على النفوذ سواء في سوريا أو ليبيا لن يزعج الأمريكيين كثيرا. الأمريكان مهتمون أكثر وأكثر بتواجدهم في المحيط الهادي، بتواجدهم في بحر الصين، بالتصدي للصعود الصيني الكبير. يعني هذه الأمور التي تشغل الأجندة الأمريكية. أما فيما يتعلق بملف الشرق الأوسط فإنه أضحى يأخذ يعني مرتبة متدنية في ذيل قائمة الأولويات الأمريكية. لكن الأمور الكبيرة التي تتمثل كما يعني أشرت في حروب اقتصادية، في حروب في معاهدات دولية، في سباق على الفضاء الدولي، في حروب سيبرانية، يعني كل هذه الأمور هي القضايا التي يعني مشغولون بها سواء كان الأمريكان أو الروس والصينيين أيضا. إذن يعني لا نستطيع أن نضع أنفسنا يعني كرقم مهم في الأجندة الأمريكية، ولكن المنطقة منطقة الشرق الأوسط يعني تراجعت أهميتها على يعني بنود الأجندة الأمريكية. طيب معاهدة ستارت 3 اللي أخذ على عاتقه جو بايدن النهاردة إن هي تمتد، يعني يحصل تمديد ليها، يعني ياريت نتكلم عنها. ودي برضو لو كانت حد من انتشار أسلحة نووية أو غيره، وكان في دعوات لضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدات من هذا النوع، يعني برضو حضرتك ادينا فكرة عن ستارت 3. جميل. هناك يعني ثمت معاهدات، تم تمديد معاهدة ستارت 3، وهذه المعاهدة يعني بتحاول الاتزان، تحاول الحد من امتلاك الأسلحة النووية، تحاول أن يعني لا يتفاقم ولا ينزلق العالم إلى ما لا يحمد عقباه. يعني هذه الترسانات النووية تحتاج إلى عقل، إلى استقرار، إلى اتزان، إلى عدم زيادة يعني امتلاك مزيد من آلاف الرؤوس النووية. لكن فيما يتعلق بمعاهدات أخرى لم يتم يعني تمديدها ردا على سلوك أمريكي سابق، سواء فيما يتعلق ب يعني السماوات المفتوحة أو الأجواء المفتوحة لم يتم تجديدها من قبل الرئيس السابق، ورد عليه فلاديمير بوتين أيضا برد روسيا عدم تجديد هذه المعاهدة، معاهدة الأجواء المفتوحة أو السماوات المفتوحة، والتي كانت تمكن الدول من التواجد في أراضي دول أخرى للتعرف على يعني أنشطة نووية أو غيرها. أيضا هناك يعني ثمت معاهدة أخرى يعني خرج منها دونالد ترامب الرئيس السابق، وهي معاهدة الحد من انتشار الأسلحة المتوسطة المدى وقصيرة المدى، وهذه المعاهدة هي التي تهم الأوروبيين لأن مداها يصل إلى أوروبا ويهدد أوروبا. إذ أن الولايات المتحدة سياساتها ثابتة، سياساتها مستقرة، حتى وإن تغيرت إدارة ديمقراطية بدلا من إدارة جمهورية سابقة، فذلك هو السلوك الأمريكي، خروج من معاهدة السماوات المفتوحة أو المفتوحة، وخروج وعدم تجديد أيضا، وخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة يعني الصواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى، والتمسك بهذه المعاهدة، معاهدة ستارت 3، لأنها يعني تشكل يعني هاجسا قويا، وكل القوى العظمى تحاول أن تحد وتسيطر من ذلك الفوران ومن الفوران النووي وهذه الترسانات الضخمة التي تستطيع أن تدمر يعني عديد من هذا الكوكب، ليس كوكب وإنما يعني عشرات الكواكب في هذا الكوكب، هذه الترسانات تستطيع أن يعني تدمرها. إذن هذه المسألة المهمة، وهذه الفكرة، فكرة الحوار الاستراتيجي المستمر ما بين موسكو وما بين واشنطن. إن كان بعض المحللين يعني يؤكدون أن روسيا ليست أمريكا، نعم نعرف أن ما زال الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية، ما زالت هي أكبر قوة تكنولوجية، أكبر قوة عسكرية واستراتيجية في العالم، ولكن رغم فقر الروس ورغم أن الاقتصاد دولة كإسبانيا أو الناتج القومي في إسبانيا يعني يفوق الناتج القومي في روسيا، ولكن في النهاية القوة العسكرية، امتلاك روسيا لآلاف الرؤوس النووية، هذا أمر لا يستهان به، ويجعل هذه القمة لها أهميتها وضرورة الحوار المستمر
ما بين موسكو وما بين واشنطن، وايضا تنضم ينضم الصين، لان الصين يعني اضحك يعني تجعل الميزانيه العسكريه تربو على 300 مليار دولار، يعني خمسة أضعاف ما تنفقه روسيا. إذن الصين قوة عسكرية رهيبة، مارد تنين صيني يعني يبرز في الأفق ويصعد في الأفق، وحتى أن جو بايدن يعني كان صريحا أن الأهم له يعني الرقم واحد على أجندته هو التصدي لذلك الصعود الرهيب للصين عسكريا واستراتيجيا وسياسيا واقتصاديا. وما يعني هذا الطريق طريق الحزام والحرير إلا محاولة للسيطرة على العالم والامتداد النفوذ الصيني على أرجاء العالم، سواء كان في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية وغير ذلك، حتى يعني علاقات صينية وثيقة مع اليونان ومع إيطاليا ومع البرتغال، كل ذلك بيدعم ذلك النفوذ الصيني ويجعل ذلك الصعود له ما يبرره يعني اقتصاديا وعسكريا. وكانت هذه الفكرة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي هو بذل مزيد من مئات المليارات من الدولارات، محاولة ضخ في البنى التحتية للدول النامية، والعمل على مشاريع نهضوية تنموية تقف بالمرصاد وتقف يعني كند وكفرس رهان ضد ذلك الصعود المتنامي الصيني اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا. شكرا أستاذ طارق، شرفتنا. شكرا. بشكر حضرتك جدا طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، وأتمنى أن الجولات القادمة من المحادثات الروسية الأمريكية تخرج بجديد لدعم قضايا مهمة في منطقتنا زي استقرار ليبيا وسوريا على طريق المسار السياسي، واستقرار العراق والقضية الفلسطينية وغيرها. بشكركم جدا، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في مساء الخير.